السابع، السلام على الكوكب اللامع، السلام على المغيب في السجون. حشود الزائرين تواصل سيرها صوب مدينة الكاظمية المقدسة لإحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل جميع مفارز وزارة الداخلية. ولا ننسى هنالك دور مهم لمفارز الشرطة المجتمعية المنتشرة بين الزائرين. دعونا نتعرف أكثر عن دور الشرطة المجتمعية وبالخصوص المفارز النسوية. واجباتنا واضحة اليوم: توعية وتثقيف الزائرين، توزيع الباجات التعريفية للأطفال، والحمد لله مثل ما تلاحظين حتى لا تصير تعرفين زخم وازدحام، فالأطفال ممكن يصير طفل يعني يضيع، فمن خلال وضع عنوانه ورقم التليفون نقدر نتوصل للأهل يعني بسهولة، وصارت عندنا حالات وقدرنا نساعدهم عن طريق هذا الباج التعريفي. الهبل يرهب صياره، الهبل ينطل بشاره، الهبل شيخ الشيخ الله عجيب. عظم الله أجرنا وأجركم إن شاء الله. السلام على من لا يخيب الواقفون على بابه، السلام على صاحب السجدة الطويلة، السلام على المعذبة في قعر السجون. نحن بهذه المناسبة الأليمة أعداد الزائرين الهائلة، من الوارد جدا هناك يكون عدد من الأطفال تكون تصير فيها ضياع بينهم وبين الأهل، فإحنا لتسهيل أو تذليل هذه الصعوبات نحاول نسوي باجات تعريفية للأطفال لحتى نسهل هذه المهمة عليهم. عظم الله لنا ولك الأجر خالة. ولكم الأجر، ونعزي صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام باستشهاد الإمام المظلوم. تندب جفاف بحضرتك يا هبة السادة، واللي يشمر عقاله طلع هم ياخذ مراده، واللي يشمر عقاله طلع هم ياخذ مراده. هذا ما تقدمه الشرطة المجتمعية خدمة للزائرين حفاظا على أرواحهم وعودتهم لديارهم سالمين غانمين. أيها الكاظم العظيم مقاما، دمت عونا للطالبين نوالا. لدائرة العلاقات والإعلام رؤى محمد نجيب، الشرطة المجتمعية.